السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معا الدرس الرابع والأخير من حركة الموائع، عاشر متقدم منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2015-2016. خلي شعارك دائما أقرأ أفهم أحفظ، اكتبه على دفترك، على كتابك، في مذكرتك، في موبايلك. الفكرة الرئيسية الخامسة، المرزاز اللي هو مثل بخاخ العطر، أحد الأجهزة التي تعتمد في عملها على مبدأ برنولي. يعمل المرزاز على ماذا؟ خلط السائل بالهواء. كيف يعمل المرزاز؟ عند النفخ بقوة في الأنبوب الأفقي، هذا الأنبوب الأفقي، يندفع الهواء من فوهته الأخرى بسرعة أفقية، هنا الاندفاع هذا السهم، مارا فوق الفوهة العليا للأنبوب الرأسي، هذا الأنبوب الرأسي. يعمل على خفض الضغط عندها بحيث يصبح أقل من الضغط المؤثر في سطح السائل في الإكاز. كتبت لك يا هون قرأته، تعال نشوف. السرعة عند فتحة الأنبوب الرأسي عالية، فبي 2 صغير بي 1 كبير، إذن بي 2 الضغط أصغر من بي 1، إذن حيندفع السائل من مكان الضغط المرتفع إلى مكان الضغط المنخفض، إذن حيندفع من عند بي 1 إلى بي 2 صاعدا في الأنبوبة الرأسية. لاحظت المعادلات قديش بتسهل عليك في التعبير، المعادلات بتساعدنا في بتسهل التعبير. جبت لك سؤال على فهمك للشريحة السابقة، السرعة عند بي، انظر وين بي؟ عند الفتحة الضيقة الصغيرة، أكبر ولا أصغر؟ كبيرة، وضغط منخفض، تناسب عكسي بين السرعة والضغط. الضغط في بي فراغ من الضغط في سي، الضغط في بي أقل من الضغط في سي. ينتقل السائل من الضغط الأعلى إلى الضغط الأقل، أي من وين الضغط الأعلى في سي إلى بي، بتكون بهالطريقة هاي. فهمت عمل المرزاز؟ سؤال آخر، لأن على المرزاز بيجي أسئلة كتير، ما هو مبدأ عمل المرزاز برنولي؟ قارن بين سرعتي الهواء في الموقعين ألف وباء، السرعة في ألف أكبر منها في باء. قارن بين ضغطي الهواء في الموقعين ألف وباء، الضغط في ألف أصغر من الضغط في باء. قارن بين الضغط في ألف والضغط في جيم، الضغط في ألف أصغر من الضغط في جيم. كله يعتمد على V تتناسب طرديا مع P، و V تتناسب عفوا P تتناسب عكسيا مع V، و V تتناسب عكسيا مع A. ما أهمية الثقب للمحافظة على الضغط فوق سطح السائل مساويا للضغط الجوي وبالتالي أكبر من الضغط عند ألف فيرتفع السائل؟ الفكرة الرئيسية السادسة، القوة التي ترفع الطائرة تعتمد أيضا على مبدأ برنولي. ممكن يجيب لك مجموعة رسومات واذكر المبدأ اللي يعمل عليه كل رسمة، منه الانعكاس ومنه الانكسار ومنه المنشور. عندما تحلق الطائرة ينساب الهواء حول جناحيها وجسمها كما في الشكل الظاهر، لذلك صمم الجناحان مقوسين ومساحة سطحهما العلويين أكبر من مساحة سطحهما السفليين. لماذا؟ ليتجمع، لاحظ من الرسم، الهواء فوق الجناح خطوطه متزاحمة ومتقاربة، تحت الجناح خطوطه متباعدة ما في تزاحم، معناته السرعة فوق الجناح أكبر من السرعة تحت الجناح، الضغط فوق الجناح أقل من الضغط تحت الجناح. إذن فرق الضغط بين 1 و2 حيولد قوة، القوة اتجاهها من مكان الضغط الأعلى إلى مكان الضغط الأقل، أي من 2 إلى 1، فبترتفع الطائرة إلى أعلى. أنا عم بشرح على الرسم، هذا كله اللي حكيته أكتب لك إياه، ما يجعل سرعة الهواء فوق الجناح أكبر من سرعته تحت الجناح، بي 1 أكبر من بي 2، فيصبح بالتالي ضغط الهواء فوق الجناح أقل منه تحت الجناح، عبرت عنه برياضيات، بي 1 أصغر من بي 2.
وهذا يحدث قوة محصلة إلى أعلى مؤثرة في الجناح تسمى قوة الرفع، ترفع الطائرة إلى أعلى، لأن قلنا دائما القوة المحصلة اتجاهها من مكان الضغط المرتفع إلى مكان الضغط المنخفض. هاي رسمتين لتغير السرعة فوق الجناح وتغير الضغط. الفكرة الرئيسية السابعة، معادلة برنولي صورة من صور مبدأ حفظ الطاقة الميكانيكية. تذكر أن الطاقة الميكانيكية لنظام معزول تبقى ثابتة في حال عدم وجود قوى إعاقة أو قوى خارجية أخرى تؤثر في النظام، إن ما في احتكاك أو ما في قوى أخرى معاكسة للقوة الأساسية. إن بذل شغل خارجي على النظام سيظهر على شكل تغير في الطاقة الميكانيكية للنظام. هذا كله للفهم. الشغل الكلي يساوي التغير في طاقة الحركة زائد التغير في طاقة الوضع. معادلة حفظ الطاقة، من هذه المعادلة استنتج برنولي معادلته وتسمى معادلة حفظ الطاقة لوحدة الحجوم من المائع، هذه بهذا الشكل تسمى معادلة برنولي، وهي ترتبط بين ضغط المائع عند نقطة وسرعة انسيابه وعمق النقطة، ثلاث عوامل، ضغط المائع وسرعة الانسيابه وعمق النقطة. في العادة تكتب معادلة برنولي بهذا الشكل، أي العامة يعني تساوي لمقدار ثابت. معنى ذلك لو كان الطرف الأول 50 الطرف الثاني لازم يساوي 50، يعني أحد العوامل حيزداد حيقل حتى تصير 50-50. حتى تعرف المعادلة أن تحفظها بهذا الشكل وفيك بعدين تكررها بالطرف الثاني، بس شرط تعرف ماذا نقصد ب B1 B2 V1 B2 H1 H2 نرو. طلع على الرسم واحفظ من الجدول الأسماء. هاي ملخص لمبدأ برنولي اللي بيحبوا يحفظوا. تدفق الماء من ثقب بأسفل الأنبوب تابع لمبدأ برنولي. المرزاز لبرنولي. حركة كرة القدم تابع لمبدأ برنولي. صمم العالم الإيطالي فينتوري أنبوبا كالظاهر في الشكل يستخدم في وضع أفقي، فيكون للنقطتين 1 و2 الارتفاع نفسه، هاي النقطة 2 وهون النقطة 1، معناتها هذه الكمية وهذه الكمية اختصرت مع بعض وصارت المعادلة برنولي بهذا الشكل. تكمن أهمية مقياس فينتوري في أنه يستخدم في قياس سرعة الطائرة أثناء تحليقها في طبقات الجو العليا. ممكن سؤال، حيث B1 سرعة الهواء بالنسبة إلى الطائرة، والتي تساوي سرعة الطائرة بالنسبة إلى مراقب يقف على الأرض. من هذه المعادلة ومن معادلة الاستمرارية استنتج فينتوري هذه المعادلة، فيك أنت تطبقها وتستنتج إذا بتحب تقوى في مهارة الرياضيات. هذه المعادلة تفيد في معرفة الفرق في الضغط عند المقطعين، يعني بتمكنك من B1 من حساب B1 ناقص B2، أو بتمكنك من حساب V1 بمعرفة A1 وA2. هذه المعادلة تسمى سرعة الطائرة بالنسبة إلى مراقب يقف على الأرض. فإذا جاب لك مسألة وقال لك سرعة الطائرة بالنسبة إلى مراقب يقف على الأرض استخدم هذه المعادلة إذا الكميات كلها متوفرة. عند دراسة المانومتر في القسم 1 لاحظ هذا الشكل يشبه المانومتر. بتعرف بالمانومتر فرق الضغط B1 ناقص B2 تساوي رو L في G في H. إذا فيني استبدلها بمعادلة سرعة الطائرة بتصير لها هذا الشكل. إذا صار عندك معادلتين لسرعة الطائرة بالنسبة إلى مراقب يقف على الأرض. وفي أمان الله، لا تنسى من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل، ومن طلب العلا سهر الليالي.